يؤكد مضي الحكومة في سياسة النأي بالنفس مستغربا تحامل البعض عليها. الجيش الإسرائيلي يوزع كمامات وسترات واقية تحسبا لأي أسلحة كيميائية سورية ضد مواقعه في الجولان، والنيتو تستطلع منطقة نشر الباتريوت على الحدود التركية السورية. إسرائيل توافق على بناء 2600 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية، وواشنطن تبدي خيبة أمل كبيرة. مجلة التايم تختار الرئيس الأمريكي باراك أوباما رجل العام 2012. في الخاص، هل باتت رئاسة البلدية جسر عبور نيابي؟ ومن هم المرشحون شبه الأكيدين إلى الانتخابات المقبلة؟ هذه الأخبار وسواها نفصلها في النشرة المسائية. ابقوا معنا.